ومن ضمن أسئلة الأخ أحمد شاع الدين أيضا سؤال يقول فيه: هل يصح أن يخطب أحد أو يخطب أحد يوم الجمعة ويصلي شخص آخر؟ لا بأس بذلك، لا سيما عند الحاجة إذا كان الذي يصلي لا يستطيع إلقاء الخطبة وفيه من هو أقوى منه على إلقاء الخطبة، فلا بأس أن يخطب شخص وأن يصلي الجمعة شخص آخر. نعم. وإن كان الأولى والأحسن أن من يتولى الخطبة يتولى الصلاة، هذا هو الأولى وهو الأصل، لكن عند الحاجة لا بأس بما ذكره السائل. نعم. ولو قدم الخطيب شخصا آخر تكريما له ليصلي بالناس أيضا؟ لا بأس بذلك إذا كان المقدم تتوفر فيه شروط الإمامة. نعم. فلا بأس أن يقدمه، لا سيما إذا كان يأتي بفائدة للحاضرين. نعم.